الحمد لله. كيف كتشوف يعني الاستعداد باش كتمر في واحد الاجواء اللي حماسيه، اجواء اللي كتروحها واحد الروح للمسؤوليه. وصلنا للمرحله اللي صعبه، مرحله اللي مابقاش عندنا الخطا. دوزنا موسم كان ضرب اللي كان ممتاز، ولكن وصلنا وقت ديال حصاد ديك المجهودات اللي درنا طيله الموسم. مباراه صعبه كتسنانا من فريق اللي هو غيكون صعب. مرحله دابا مابقاش منا الخطا، فريق واحد اللي يقدر يتمكن باش يدوز للدور النهائي. كنتمنى نكونوا احنا ان شاء الله، ان شاء الله كي قلت لك خصنا اكثر نكونوا اكثر جاهزيه واكثر استعداد ان شاء الله باش نحسموا المقابله في الشوط الاول ديالنا هنا في المغرب ان شاء الله. بركه زرشيفز اللي سبق لكم واجهتو باشاش، يعني نسينا مباراه المجموعات، نسيناها بواحد الشكل تام. مباراه كي قلت لك غتكون بشكل اخر، يعني مخالفه تماما عن المباراه اللي داز معاهم. نهايه الموسم هذا كيف قلت لك دوزنا موسم طويل، موسم شاق. خصنا نكونوا اكثر دابا جاهزيه واكثر استعداد ان شاء الله باش نكونوا ما امكن باش نحسموا في هذا الموسم هذا في صالحنا ان شاء الله.